رح ننتقل لمساحة كتير مهمة، مساحة إبداع وعلم ومعرفة، حيث اختتمت أواخر سنة 2019 بداية 2020 اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لهذا العامين، التي أقامتها هيئة التميز والإبداع بعلوم الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء، بمشاركة 411 طالب وطالبة من نخبة مواهب التميز العلمي في مختلف المحافظات التي أقيمت فيها، وتحت عنوان التميز مسؤولية أنت أد. سالي، والتميز كان من حق كل الطلاب بالمحافظات السورية. للحديث عن التميز في محافظة درعا معنا بالاستديو السيد زكريا الغزالي، أستاذ في هيئة الأولمبياد العلمي، والطالب قصي الجهماني. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وصباح المشاهدين جميعا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. يعني بداية، دائما نحن بنفتخر بطلابنا أستاذ، بنفتخر بالشيء اللي عم يحققوه مو بس بسوريا وأيضا خارج سوريا. رح نحكي نحن أول شيء عن الأولمبياد العلمي، عن الاختبارات اللي قمتوا فيها بأواخر 2019 اللي هلأ نحن كمان مبلشين فيها بال 2020. طبعا مسابقة الأولمبياد العلمي أو مديرية الأولمبياد العلمي هي إحدى مديريات هيئة التميز والإبداع. هيئة التميز والإبداع هي هيئة تبحث، يعني الهدف الأساسي اللي هي البحث عن المميزين على امتداد مساحة الوطن الحبيب سوريا، ثم رعاية هؤلاء المميزين ورفض إمكانياتهم وطاقاتهم في خدمة البلد. نعم. فالأولمبياد العلمي هي مسابقة بدأت في سوريا بـ2006 طلاب المرحلة الثانوية، هي عبارة عن عدة مراحل تبدأ من مرحلة المدارس ثم المجمعات التربوية في المحافظات، وانتهاء بالفحص أو اختبار المركزي اللي تم في نهاية 2019، وبنهايته بتوج عندنا الفريق الوطني اللي هو عبارة عن 15 طالب من كل اختصاص. نعم. طبعا في مرحلة ثانية هؤلاء الفائزين راح يتم الإشراف عليهم من خلال اللجنة العلمية المركزية، وكان ضيفكم من أسبوعين الدكتور حمود أحد أعضاء اللجنة المركزية في اختصاص فيزياء، بالإشراف على خلال أشهر، ثم بيتم اختبار انتقاء من ضمنهم للمشاركة في المحافل الدولية والإقليمية والعربية. نعم نعم. قصي، خلينا نحكي عن مشاركتك بالأولمبياد، هل هي كانت أول مرة ولا كان في لك مشاركات سابقة؟ أول مرة، كانت تجربة مليئة، بتقوي عقولنا إنه نقدر نفكر أكثر بعد، وقوتنا انه قصي. انت باي ماده؟ يعني بالفيزياء، بالرياضيات؟ بالرياضيات. هو الاستاذ نيرمين، شعار هيئه التميز والابداع هو التفكير خارج الصندوق. يعني نحن شعارنا التفكير خارج الصندوق. نمط الاسئله هو يختلف تماما عن النمط التقليدي. نعم. اللي هي في المناهج تماما. نعم. يمكن قصي، خلينا نحكي هيك بأريحية، نعتبر حالنا قاعدين هيك بدنا نتحدث أنا وياك، وتحكي لنا عن كيف، مثل ما حكى الأستاذ زكريا هون، أنه نحن بدنا نخرج عن الشيء اللي نحن مألوف، عن الشيء الممنهج اللي نحن عم نشتغل عليه، ونتوسع نبدع. بتحب الرياضيات من أيمت؟ وعندك شيء بدك تعمله لبعدين؟ بحب الرياضيات من وأنا صغير، كنت مجتهد في المدرسة بالرياضيات، وشجعني عليه المهندس سمير خبي. قديش كنت تدرب قصي؟ كم ساعة؟ يعني عنده مهارة بالرياضيات، بده كتير ساعات. بتحب تقضي تحل مسائل فراغة؟ كيف كنت تنمي حالك بموضوع الرياضيات؟ يعني كنت يوميا يوم بوقت فراغي ساعة ساعتين، يعني أراجع فيهن دروسي، وهي أبحث على مسائل أحلهن. تمام، برافو كثير هذا الحكي، ونحن بنفتخر بشباب دائما بتسعى انه تعمل شيء لحالها وللوطن، اكيد للبلد. استاذ زكريا، في لك تجربه مع الاولمبياد العلمي وحكايه خاصه، نحن مثل ما بنعرف تحت الهواء حضرتك مهندس بترول، ولكن في شيء يمكن دافع ثاني بدك تحكي لنا اياه. كيف، شو حكايتك مع الدخول للاولمبياد؟ الحكايه جميله، يعني هي انا بحمد لا، عندي ثلاث شهادات جامعية. الشهادة الأولى كانت هي هندسة البترول اللي عم بعمل عليها بشركة الفرات للنفط، ثم بعدها درست الفيزياء، شغفي وعشقي للفيزياء، درست الفيزياء ودرست ترجمة لغة إنجليزية.
أنا بدايتي مع المنافسات كانت من الابتدائي. أنا شاركت برواد طلع البعث بالرياضيات وليس بالفيزياء، وكنت الأول على الجمهورية، كنت طالب صف رابع. الأولمبيات على أيامنا ما كانت موجودة، على أيامنا وإيانكم ما كان في أولمبيات. الأولمبيات هي حدثت بـ 2006، فكانت حازة بنفسي في شيء أنه ما شاركت بالأولمبيات لما كنت طالب ثانوي، كان حلم. بدأت معرفتي بالأولمبيات بـ 2017، كانت مشاركة ابن أخي كمان اسمه زكريا، شارك وكان ممثل درعا الوحيد بالامتحان المركزي بـ 2017 باختصاص الفيزياء. هون تعرفت على الأولمبيات، عرفت أنه في شيء اسمه أولمبيات مدرسين، طبعا أحدثت بـ 2014 أولمبيات مدرسين، شاركت فيها بموسمها الثالث. طبعا بالموسم الثاني شارك أخي، إحنا عائلة أولمبية الحمد لله، شارك أخي الأستاذ أحمد وكان الأول على الجمهورية باختصاص الفيزياء. بالسنة اللي بعدها كان الموسم الثالث على مستوى سوريا، شاركت أنا وأخي الأستاذ محمد الغزالي اللي أشرف على تدريبهم في قبل الفحص المركزي، شاركت أنا والأستاذ محمد، أنا بالفيزياء هو بالرياضيات، حصلت أنا على المركز الثاني وعلى مستوى الجمهورية، والأستاذ محمد كان على الرابع على مستوى الجمهورية باختصاص الرياضيات. ومن هون بدأت دخولي إلى ما نسميه أسرة الأولمبيات، لأنه نحن فعلا أسرة على مستوى سوريا. يعني خلينا نحكي محطات، خلينا نقول اللي قادك على الأولمبياد هو الشغف، شغف بالفيزياء أو بالمواد العلمية بشكل عام، ويعني أكيد من حظ كل الطلاب اللي أنت عم تكون معهم هلأ. بدي انتقل لعندك قصي، خلينا نحكي، كثير طلاب بيسمعوا عن الأولمبياد، إنه شو هذا الأولمبياد، شو ممكن تقول لهم من تجربتك، شو ممكن تعطيهم نصائح؟ يمكن في كثير طلاب من درعا يمكن مو كثير سمعانين على الأولمبياد، حابين يشتركوا، لكل اللي عم يحضروك شو بتخبرهم عن تجربة الأولمبياد؟ الأولمبياد تجربة حلوة، ويعني لازم كل واحد يشترك فيها لأنها تجربة كتير جميلة وبتساعدنا على زيادة تفكيرنا في كل المواد، يعني مثل الرياضيات. أنا مثل ما قلت من قبل شوي أنه على المسائل اي اسس، يعني زدت مهارات وصرت احل اكثر، يعني اكثر باكثر، والفيزياء والرياء والجسم والمواد الاخرى كثير حلوة. واكيد يمكن انت نموذج للطالب يلي حابب يعمل شيء، حابب يقدم شيء، وحابب ينشر رساله دائما النجاح هو لا يتكلل، لازم ان احنا نتعاون وننشره. رح نبقى بالحديث معكم، ولكن رح نروح لنتابع الماده التاليه، واكيد نرجع مع ضيوفنا. الحمد لله نجحت بمادة الرياضيات، طلعت الأول وحصلت على الميدالية الذهبية. كان شعور اليوم كتير كويس وفرح وسعادة بهدي هذا النجاح لكل سوريا الحبيبة ولكل شهداء سوريا. كانت تجربة كتير حلوة، وتمنيت لو أنه الكل يتأهل معنا، لأنه عن جد كوننا فريق رائع واشتغلنا كلياتنا على شيء بنحبه بشغف. شعور بالفرحة كبير، وانبسطت كتير أنه تعبي وتعب أهلي والأساتذة معي ما ضاع. شعور أبدا أبدا لا يوصف، حسيت وكأني صرت طائر وصرت عم ألمس النجوم. حسيت يعني صراحة من كتر ما الشعور حلو، من كتر ما لي مبسوط، يعني ما بعرف كيف جابوني رجلي من عند المقعد لهون وكيف هلا انا واقف. يعني والله الدقائق صارت ساعات، والثواني صارت دقائق، ونحن عم نستنى يطلعوا الاسماء. عن جد شعور لا يوصف. يعني سالي كنا عم نشوف مشاهد حلوة، وكان هيك علق ببالي أحد الطلاب، كان يعني عم يبين لك جو المنافسة إنه الثواني تحولت لساعات. قديش أستاذ زكريا هي الحالة التنافسية حلوة، وحلوة تكون بدرعة. يعني السنة الماضية كنا عندنا مشارك واحد، هاي السنة صاروا 10 مشاركات.
هلا بدايه تجربه درعا، انا مهندس بترول مثل ما ذكرت. نعم. وصار لي 11 سنه تعاملي مع الذهب الاسود وبحثنا ما تحت الارض. لما شاركت بالاولمبيات وشفت الناس المميزه والمبدعه وصلت لنتيجه انه الذهب الحقيقي او الثروات الحقيقيه هي فوق الارض وليس تحت الارض. الثروات الحقيقيه هي في العقول، هي بالمفكرين، والمجتمعات ما ارتقت الا بالحضارات. صحيح. الا الحضارات والمجتمعات ارتقت بالمعرفه بالعلم وليس بالنفط. فمن هون صارت ميولي وتوجهاتي هي باتجاه الاولمبيات. السنه الماضيه كانت اول حضور لي بحفل التكريم، شفت المشاعر، فكنت مشارك في حفل التكريم فحضرته. حزت بنفسي انه محافظه درعا كان في مشارك واحد ولم يحالفه الحظ. طبعا معناه هو كان من الطلاب الجيدين وهو من عيله كمان اولمبيه، يعني في له اخين شاركوا وصلوا المركزي، واحد منهم وصل العالمي. نعم. فحزت بنفسي هذا الموضوع، فكانت البدايه بمنشور نزلته على الفيس. تعهدت فيه انه اوصل محافظه درعا في العام القادم الى منصه التتويج. هيك كان الشعار. فمباشره تواصل معي بس قرات المنشور الاستاذه هاله، رئيس هاله رئيس هيئه التميز والابداع. نعم. الاستاذه هاله تواصلت معي وطلبت لقاء. التقينا كمان مع الاستاذه نبوغ مديره الاولمبيات العلمي السوري، فحطينا خطه عمل انه شلون بدنا نوصل درعا ان شاء الله بالعام القادم للمنصه. طبعا بالبدايه كانت الاحلام ورديه والتفاعلات ورديه. يعني طبعا انا ناشدت الاعلاميين، ناشدت مديريه التربيه، ناشدت فرع الشبيبه، ناشدت المجتمع المحلي والاهلي بمحافظه درعا انه نتعاون مع بعض حتى نوصل، لانه هذا هدف ما بوصل شخص. اكيد هذا هدف تفاعلي. ردود الافعال كانت كلها ايجابيه، لكن للاسف وقت الجد ما كانت بمستوى الطموحات وبمستوى الدرجه. واجهنا صعوبات كثيره، يعني شيء مثل شو هي الصعوبات؟ خلينا نضوي عليها. يستحق الذكر. الصعوبات اول شيء ما في معرفه واسعه بموضوع الاولمبيات. يعني في جهل كبير بموضوع الاولمبيات، شو هو هذه الاولمبيات او شو في ما بعد الاولمبيات. نعم. نحن لو بدي داخل الامور ببعضها شوي، نحن هلا هدفنا بالاولمبيات اللي طبعا، وهذا توجهات السيده الاولى لما اجتمعت فينا بعد حفل التكريم. نعم. كان المرحله القادمه هي الانتقال من التميز الفردي الى التميز المجتمعي. البحث عن بيئه مميزه وليس اشخاص مميزين، لازم البيئه كلها تكون مميزه، او بعباره اخرى البيئه حاضنه للتميز. البيئه لازم تكون حاضنه للتميز، هاي البيئه بدها تكون في تعاون، في تعاون مجتمعي. فللاسف ثقافه الاولمبيات كانت يعني ضعيفه جدا. نعم. فانا بدي تعاون اعلامي، بدي تعاون من كل الجهات الرسميه. يمكن هي عمليه تشبيك بتقوموا فيها مع جميع الجهات، يعني يمكن يلي ممكن تساعد يمكن على نشر ثقافه الاولمبياد مثل ما حكيت حضرتك، ويمكن مجهود قمت فيه كونك يعني في شيء داخلي، يمكن في حلم مثل ما قلت انه انت حققت حلم وحبيت محافظتك، ودائما الغير على المحافظه اللي هو بينتمي الى شخص، هذا الشيء كثير نحن بنحترمه. هي, هي, هي اكيد غير الوطن. اكيد هو لانه محافظه درعا، محافظه السويداء، محافظه حما، هن جزء من سوريا وجزء لا يتجزا. فقديش يمكن انت ساعيت من خلال هيدي التجربه انه تقرب مسافات كثير لنوصل لعقول هيدي الشباب، لنعمل شيء جيل هو قادر انه يبني وطن بعقول منفتحه. تماما، مثل ما حكيت انسه سالي، المجتمعات الغربيه هي ارتقت بالعلماء بالمفكرين باصحاب العقول. يعني هلا اذا قارنا المجتمعات الغربيه مع المجتمعات العربيه، مثلا على سبيل المثال، مستوى الجريمه فيها اكبر، مستوى الفساد فيها اكبر، مستوى الحلال الاخلاقي اكبر، لكن هي ناهضه. شو السبب؟ هناك نخبه، يعني اللي بيرفع المجتمعات الغربيه او مجتمعات شرق اسيا اللي نهض فيها هم نخبه. هؤلاء النخبه هم اصحاب العقول، هم المفكرين، هم امثال قصي وزملائه، هذا الشباب هذا اللي راح يرتقي بالوطن. سوريا كانت عموما ومحافظة درعا هي جريحة، يعني احنا كنا في حالة مرض البلد تماما، كان في مرض خبيث في ورم اللي هو الإرهاب. الجيش العربي السوري مشكورا طبعا بتضحياتهم، هم استطاعوا ان يستأصلوا هذا المرض. دور هؤلاء الشباب لا يقل عن دور الجيش العربي السوري، او هو بموازاة الجيش العربي السوري، لانه هذا الشباب هو اللي راح يعافي المريض. صحيح. الجيش العربي السوري هو طبيب، انت كمريض الطبيب عمل لك عمل جراحي،
نعم. عملت عمل جراحي استأصل لك المرض، هلا دورك انت تنهض، دورك انت تتعافى. يمكن استاذ زكريا هذا اللي حكيت عليه من شوي، انه الاهم هو بهي المرحله هو العقول، دائما يعني حرب العقول والمراهنه على شبابنا اللي هنن الامل، دائما هو التعويل الاكبر عم بيكون. بدي انتقل عندك قصي، يعني كان عم يحكي الاستاذ زكريا فكره كثير مهمه، انه نحن كيف ممكن نوسع الدائره للاشخاص يلي موجودين بدرعا. اليوم انت كمشارك شو في خطط انت حاطه ببالك، انه ممكن تخبر رفقاتك، ممكن بعدين تشارك بمواسم ثانيه توصل للعالميه، شو حاطط ببالك بموضوع الاولمبياد؟ اني اجيب الطلاب واشجعهم على الاولمبياد واساعدهم مثلا رياضيات يلي مختصين بالرياضيات، اساعدهم في التدريب وانه شو تعلمت انا اعلمهم. حلو كثير، يمكن شو تعلمت انا اعلمهم، هذا حديث كثير حلو. دائما ما في اي شيء ما فيه انانيه، هو جميل تعاون. معلش نحن انا بعرف، خلي كمان رفيقتي تعرف، يمكن وصلت لهذه المرحله قصي بمجهودك، ولكن اكيد كان في دعم. بدك تحكي لنا مين اللي ساعدك، مين اللي دعمك، مين اللي شجعك على انه انت تقدم اكثر واكثر وتبدع اكثر واكثر؟ منبلش من عند الانس، انسيتي في المدرسه هي اللي علمتني كيف بلش بالاولمبيات، الانسه فاطمه جهماني والاستاذ زكريا واخوه الاستاذ محمد تابعوني في محافظه درعا على التدريب، ومثل ما قلت سابقا المهندس سمير خبي هو الذي شجعني على الاولمبيات. واهلك؟ واهلي. أكيد كلت الشكر لكل حدا بيشجع أي حدا على شيء بفيده وبفيد وطنه. صحيح. كمان أستاذ زكريا خلينا هيك بالوقت اللي الباقي، عندك أكيد كان رسالة مهمة من الأولمبياد، خلينا نحكي عن المرحلة اللي حتكون بعد الأولمبياد أو التصفيات اللي كانت، ومشاريعك على المستوى الشخصي بالأولمبياد، شو حابب تسوي؟ هلا نحن المرحلة القادمة لها أهداف جديدة طبعا، وأنا بلقائنا مع السيدة الأولى تعهدت أنه إن شاء الله هدفنا أو التارجت تبعنا للعام القادم هو أن نأتي بضعف هذا العدد. يعني إن شاء الله السنة شاركنا بعشرة، نحن تعهدنا أنه السنة القادمة راح يكون المشاركة بعشرين. طبعا هناك خطوات واستراتيجية راسمين لها إن شاء الله. بداية أول خطوة طبعا راح تكون إنشاء فريق تطوعي. يعني العمل بالأولمبيات على مستوى المحافظات هو شيء تطوعي، ومثل ما تفضلتي هو دافع بحب حب البلد وحب الوطن بشكل عام، هو الدافع الأول والأخير. فأول خطوة هي راح نقوم فيها لإنشاء فريق تطوعي. طبعا السنة الماضية كان الفريق محصور بثلاث أخوة اللي هم أنا الأستاذ محمد والأستاذ أحمد، حتى كان يطلق على اسم الأخوة الغزالي يعني أو الغزالي تيم يعني. فإحنا توسعنا اليوم وفي بعض الأشخاص بادروا. هلا حاليا تواصل معي طبيب عظمية بس مبدع بالرياضيات، تواصل معي راح يبلش معنا، وفي رجل اقتصاد عنده مركز كمبيوتر كمان راح يكون معنا بالحال، وفي احد الطلاب اللي حاصل على جائزة عالمية بالكيمياء هو على اسم دمشق لكن هو بالاساس ابن درعا، تواصل معي. هذول الثلاثة مبدئيا راح يكونوا معنا بالفريق الوطني، وان شاء الله طبعا انا عبر شاشتكم بناشد كل المدرسين بمحافظه درعا اللي عنده قدره وعنده غيره وعنده حب انه يكون معنا بالفريق التطوعي اللي راح نشكله ان شاء الله قريبا وراح نعلن عليه رسميا. احنا مستعدين نتواصل معه واهلا وسهلا فيه. يعني حديث جميل يمكن كان اليوم برفقتكم استاذ زكريا وقصي، بدنا نشكر وجودكم معنا، بدنا نتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح. نجاح اي شيء او اي شخص هو نجاح لوطن يلي نحن ما بدنا غير يكون سليم ومعافى. اكيد السيد زكريا الغزالي بدك تحكي شيء سريعا جدا جدا سريعا جدا ما في مشكله. اول شيء قبل ما احكي رساله صغيره بدي اوصل بدي اهدي طبعا هذا الفوز وهذا التكريم طبعا اللي تشرفنا فيه هيئه التميز والابداع برعايه السيده الاولى كرموني للشيء اللي قدمناه بمحافظه درعا. بصراحة أنا بدي أهدي هذا التكريم للإنسانة اللي وقفت معي طول هالفترة هاي اللي هي زوجتي
وهي مدرسة لغة إنجليزية، وحتى أحيانا كنت أشغلها معي كمصورة، يعني كنا أخذها معنا على التدريب عشان تصور وتابع على صفحة الأولمبيات العلمية بمحافظة درعا. نزلها تحية أكيد. وطبعا عيد ميلادها بعد بكرة وإن شاء الله كمان بنعيد عليها. الشيء الثاني طبعا الشكر لكم بالقناة الإخبارية السورية من رأس الهرم الأستاذ هيثم لأصغر موظف والأستاذ هالة طبعا بالإعداد بنت درعا. الشيء الثاني اللي بدي أحكيه هو الأخيرة، الرسالة الأخيرة، بدي أوجه كلمة لأصحاب القرار في البلد ولفعاليات الاقتصادية وأصحاب رؤوس الأموال. جد البحث الحقيقي أو الثروات الحقيقية ليست في الحقول إنما بالعقول. أكيد إن شاء الله يا رب تكون وصلت الرسالة.